إلى محافظة الجيزة، هذه المرة في الشيخ زايد، مع درية عاطف ستنقل لنا الصورة أيضا حيث هي. تفضلي درية. تحياتي لك أحمد لجميع السادة المشاهدين. بالفعل من هنا من الشيخ زايد، مركز الطبي في الشيخ زايد، واليوم حيث اليوم الأول للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. ولكن لمزيد من التفاصيل تنضم لي الدكتورة سحر فؤاد، مديرة الإدارة الصحية بالشيخ زايد. برحب بك دكتور في البداية على شاشة إكسترا. أهلا بك. أهلا، نورتونا. أهلا بك دكتور. يعني في البداية لو تحدثينا عن اليوم الأول لانطلاق هذه المبادرة الرئاسية، ويعني أهمية انطلاقها بالطبع في هذا التوقيت تحديدا. طبعا احنا جات لنا تعليمات ان احنا بضرورة الافتتاح للعيادات العلاج على نفقة الدولة ونقلها للمراكز الطبية او عيادات متنقلة تخفيفا على المواطنين، لان بدأنا نلاحظ وبتعليمات من سيادة الوزيرة ووكيل الوزراء ان الحالات الكبيرة السن والوفيات بدأت من ان الناس بدأت تخاف وتعزف عن ان هي تراجع المستشفيات خوفا من مرض كورونا. فده كان قرار موفق جدا استكمال المبادرة. جهزنا امبارح والنهارده بدأنا أول يوم عمل. الحمد لله عملنا كل الإجراءات الاحترازية اللي مطلوبة، سواء من مسار آمن للمواطنين، سواء من تجهيز الكوادر الفنية والإداريين اللي بيشتغلوا على الاستمارات. الأدوية كلها موجودة، وإن شاء الله بإذن الله نستمر كده، بإذن الله نحافظ على حياة المواطنين. بالفعل كنت هسأل حضرتك عن مدى توفر الأدوية، يعني الجميع بيستلم الأدوية متوفرة بشكل كبير؟ إلى حد كبير احنا عندنا جميع الأدوية، وجات لنا تعليمات ان احنا الصرف يكون على مدار الأسبوع كله ما عدا الويك اند، وفي نفس الوقت ان احنا نوفر لهم الأدوية على مدار 3 شهور كاملين، وتجديد القرارات بشكل روتيني ما بياخدش 48 ساعة. احنا فندم بنتكلم هنا عن اقبال اصحاب الامراض المزمنه، يعني فما الاجراءات الاحترازيه اللي بتتخذ هنا في المركز؟ والله احنا بدانا من امبارح بنتصل على المواطنين، عرفناهم ان من خلال دكاتره المستشفى ان احنا بدانا فعلا بالفعل ان احنا نفعل العياده هنا. بداوا في تردد كبير جدا من الصبح، مواطنين كتير جم ومبسوطين جدا ان هم داخلين مكان الى حد ما امن، ما فيش فيه مستشفيات العزل او الامراض اللي ممكن تتنقل لهم عن طريق التواجد في الاماكن دي. المسار آمن ممتاز معمول لهم، العلاج والطبيب متواجد، الإداريين موجودين، الإجراءات بسيطة جدا 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 ما فيش فيها أي تعقيدات. تجديد القرارات بيحصل بسهولة تامة بدون أي تعقيدات، وإن شاء الله بإذن الله نستمر كده على طول، وبإذن الله ننول رضا المواطنين ونحافظ على صحتهم. بالنسبة فندم لمواعيد العمل يوميا بتبقى الساعة كام؟ احنا بنبدأ من 8:30 للساعة 2، العيادات شغالة طول الوقت، موجود طبيب طول الوقت، موجود صيادلة، إداريين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور على هذه التفاصيل، والشكر بالطبع موصول لكم مشاهدينا على طيب متابعة، وعودة لك زميلي أحمد في الاستوديو مرة أخرى. شكرا جزيلا لك درية عاطف على الهواء مباشرة من الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. الشكر كذلك لجاكلين ماهر من محافظة القليوبية غرب شبرا الخيمة. ومن قبلكم أشكر إبراهيم عزت الذي كان معنا على الهواء مباشرة من منطقة المرج بمحافظة القاهرة. الشكر لحضراتكم على طيب المتابعة. دقائق ويتجدد اللقاء في نشرة إخبارية مفصلة.